www.fans-web.com. امسي عبود من مدينة منبج، امسي عكاوي من دمشق العاصمة. اسمع يو، وش الأمة باهت من يوم الأمة تباهت بحرية العراق وفلسطين من بعد تاهت من بعد ضاعت مبادئ شعب كامل والحقيقة بانت تضو الشمس على شعب الكامل. بس اللي مين الآيل عن الوطن شرق أوسط حط إصبع أوسط بعينه وإلا الشرق أوسخ عنا هون حب الشر أو بتلاقي راسك نخ هون عنا المخبش خلي ذلك عن نطيس بتفكر شعب بكمل معارف يفكر من عكرسي خود مثال عندك مرسي بن علي أو القذافي ضمير الأمة نايم طبعا هاد إذا في صعب كتير إنه يصحى راكب رحلة مش الطفل عم يصرخ يا بي فيه لا تموت العربي واقف عم يتفرج ساكت النخوة اندفنت التابوت سكوت مو عن فهم فيك تعتبر سكوت خوف مهما بحكي عن الظلم متأكد ما بتوصل حروف يا ويح أمة عن الكرامة تخلت يا ويح أمة بعد دينها واندلت خلت فينا وصمة عار تبقى بوسط الجبين لولا خيانة العرب ما كان سقطت فلسطين. أتحسر على زمان قد كنا فيه الأسياد دم الآن فقد أصبحنا من الغربي نقاد اسأل نفسي يا ترى هل تعود الأمجاد التي راحت بعدما استباحت أراضينا استعبدنا لأن بالذل رضينا لأنه تفكير العربي محصور بين الفخدان واليهودي بالقدس رفع علامة استيطان دماء المسلمين بالشوارع تسيل يكفينا إهانة لقد شبعنا من كأس المر الذليل هجرنا الدين فأصبحنا كما الكافرين اتخذنا المشركين قدوة ونسينا عمر أمير المؤمنين فأصبحنا كما الكافرين اتخذنا المشركين قدوة ونسينا عمر أمير المؤمنين. www.fans-web.com